السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم هي تكملة لأول محاضرتين اللي هن المحاضرة الأولى أخذنا بها شلون أنشئ ملف جديد وأدخل بيه بيانات، والمحاضرة الثانية كانت هي أقرأ ملف معد مسبقا وأخذنا بطريقتين، أما معد مسبقا عن طريق برنامج الأكسل أو مشتغلي أيضا بالأس بي أس أس وأجي أفتحه بالاس بي اس اس واشتغل عليه كبيانات، اطبق عليه عمليات احصائيه او تحليل بيانات او انا شنو احتاج بشغلي. بالمحاضره النظري اخذنا تقليل حجم العينه واخذنا فلتره البيانات او تصفيتها. اليوم هسه راح ناخذ تطبيق هذني الموضوعين على هاي البيانات اللي موضحه امامكم بالفايل. قلنا تقليل حجم العينة شنو الفائدة من عنده؟ هسه هنا أنا عندي بهذا المثال بيانات قليلة، يعني 26 صف، تمام؟ فمثالنا اللي أخذناه بالمحاضرة حتى أوضح لكم ليش دا أقلل حجم العينة، كان عندي ملف حجم البيانات اللي بيه 2 مليون صف من البيانات. فحتى أجي أطبق هاي الخطوات اللي أخذناها بالمحاضرة، عندي هنا بالمينيو بار أروح على الداتا اللي هي هاي رابع خانة، راح أفتحها راح تطلع لي هاي القائمة المنسدلة، أختار من عندها الاختيار القبل الأخير اللي هو Select Cases. راح أجي هناش ألقى مختار All Cases كل الحالات. أنا إيش أحتاج؟ أحتاج الاختيار الثالث اللي هو Random Sample of Cases اللي هي عينة عشوائية من الحالات. أفعل الاختيار راح يفعل لي جوا بالمربع اللي هو السامبل اللي هي العينة. هاي العينة شلون أريد أحدد قيمتها العشوائية؟ أريد أحددها بشكل تقريبي اللي هو قلنا الأبروكسيمتلي، أنطي هنا إشقد أريد بالمية تقريبا من كل الحالات، أو أختار الإكزاكتلي اللي هو قلنا بالضبط معناها الاكزاكتلي، فانطي هنا عدد الحالات بالضبط ايش قد اريدهن. اريدهن 100,000 حاله، اكتب له 100,000 راح يطلع لي فقط 100,000 بغض النظر عن عدد الحالات الكامل. بينما من اختار تقريبا هو راح يحدد لي، يعني مثلا هسه هنا انا راح اخلي 50% من كل الحالات، يعني كل الحالات ايش قد 26، إيش قد راح ياخذ لي 50%؟ ممكن 12 ممكن 13، هي المفروض 13 بس يبقى البرنامج إيش قد يقدر لي حالات أغلب اللي موجود عندي، أغلب الحالات الموجودة عندي بالملف وبالبيانات. فهسه اختاريت 50%، أنطي continue، أنطي أوكي. أجي أشوف إيش صار عندي بالملف، راح ألقى قسم من البيانات طبيعية ما بيها شيء، والقسم الثاني من البيانات مشطوبة، يعني التسلسل مالته مشطوب، اكو شطب عليه. اللي بيها شطب هاي معناها استبعدها، هاي ما اختارها، اختار لي اول اثنين استبعد الثالثة، اختار الاثنين اللي بعدها استبعد الوراها، اختار هاي المجموعة العفو اختار هاي المجموعة كلها استبعد 13 وهكذا. زين، اذا اجي هسه اريد اختار البيانات اللي هو اختار لي اياهن، أختارهن العفو أحددهن حتى أطبق عليهن شغلي. زين، من أجي هسه أحددهن هذني البيانات كلهن من هنا إيش دا يصير عندي؟ دا يتحددن الكل اللي اختارهن البرنامج واللي شطبهن. شلون آخذ بس البيانات اللي هو اختار لي إياهن؟ إيش أسوي؟ أرجع لنفس المكان Data Select، العفو Select Cases. اكو هنا عندي جزء الاوتبوت اللي هو على الجهه اليمنى ثاني مربع، تلقائيا هو شو محدد لي فلتر اوت ان سيلكتد كيسز، يعني شنو؟ يعني النتيجه متضمنه الحالات اللي ما مختاره الغير مختاره. الاختيار الثاني هو اللي راح يفيدني اللي هي كوبي سيلكتد كيسز تو ا نيو داتا سيت، يعني البيانات او الحالات اللي اختارهن اسوي لهن كوبي وين؟ إلى بيانات جديدة، إلى ملف جديد New Dataset. راح ينطيني إمكانية أنه أسمي الملف اللي راح يصير لي الجديد، فش أسميه هنا أنا؟ راح أسميه Size مثلا لأن شغلي خص الحجم،
أنطي أوكي. من أشوف مبدئيا إيش صار هذا الملف الأصلي بعده نفسه، هاي الأوتبوت أسدها، إيش راح أشوف؟ راح أشوف انفتح لي ملف ثاني، أجي هنا أنا بالاسم فوق، إيش راح ألقى بين قوسين الاسم اللي أنا انطيته بالداتا سيت اللي هو سايز، راح ألقى هنا أنا منطيني فقط البيانات المختارة. هسه هنا أقدر أحددهن بشكل كامل، أطبق عليهن شغلي من بيانات، العفو، من تحليل إحصائي أو عمليات إحصائية حسب أنا شنو محتاجة. هاي بالنسبة للموضوع الأول اللي هو تقليل حجم العينة. أجي حتى أوخر هذا الشغل اللي أنا سويته حتى أشتغل غير شيء، شو أسوي؟ أرجع للداتا select cases، اليوم كله شغلنا بهذا المكان. أكو اختيار بالوسط اللي هو الريسيت، أضغط عليه وأنطي أوكي. إيش راح يصير؟ راح ترجع للبيانات مثل ما كانت بدايتها، ما بيها أي تغيير. الجزء الثاني من المحاضرة كان هو فلترة البيانات وتصفيتها، اللي هو أنا ممكن أحتاج أختار حالات معينة، أو مثلا عندي هنا المثال، راح أخذ لكم مثالين. المثال الأول نفس ما موجود بالمحاضرة، المثال الأول ممكن أعتمد بس على عمود الجندر اللي هو أختار من عنده فقط، مثلا فقط الفيميل، أريد أشوف بس بيانات الفيميل وأشتغل عليهم. فبهالحالة إيش راح أسوي؟ أروح على الداتا select cases، بس هالمرة راح أختار الاختيار الثاني اللي هو الـ if condition اللي هو دي الشرط، راح تتفعل لي المربع الجوال اللي هو الـ if، أضغط عليه تطلع لي هاي النافذة. قلنا هنا مثل ما راويتكم، ما أتذكر إذا موجودة أو لا، بس هي هاي النافذة الجهة اليسرى بها أسماء الأعمدة. هنا راح ينكتب لي الشرط، هاي الأدوات اللي أستخدمها، قلنا هذا الزائد الناقص الضرب القسمة الأصغر الأكبر، أصغر أو يساوي، أكبر أو يساوي، وهاي اليساوي، وهاي تقريبا يساوي، وهاي الأند والأور، الأور اللي هو يرمز لها مثل رمز مثل رقم واحد. هنا أنا الشرط اللي أكتبه، هذين الدوال اللي أريد أستخدمهن، أكو دوال رياضية، أكو دوال تخص النص سترينج، أكو دوال تخص الديت اللي هو التاريخ، وهكذا. هسه هنا إيش أريد؟ أني مثالي الأول راح يكون أريد بيانات الأشخاص اللي يكون الجندر إلهم هو فيميل، تمام؟ فش راح أسوي؟ أختار اسم العمود اللي هو الجندر، هذا السهم اللي بالوسط أضغط عليه حتى يجيب لي اسم العمود نصا مثل ما هو. ليش؟ لأنه هو راح يقارن عليه، راح يجي يشوف هاي الكلمة اللي موجودة هنا اللي هي أول شيء اللي هي اسم العمود، يجي يقارنها بأسماء الأعمدة اللي موجودة هنا اللي هن الفاريابلز. يعني شو أقول له؟ الجندر يساوي، أكو معلومة لازم تعرفوها، إنه من أريد أكتب قيمة نصية لازم أخليها بين دبل كوتيشن اللي هن هاي شيفت وحرف الطاء بالعربي اللي هو موجود بالكيبورد. ليش؟ لأنه كبيانات برمجية، يعني من يجي البرنامج يريد يقراها راح ياخذها نصا مثل ما موجود بين هاي الأقواس الصغيرة الثنين، بينما إذا بيانات رقمية لا، أكتبها مثل ما هي، رأسا أقول له مثلا جندر يساوي واحد، بس بما أنه نص لازم ضروري تخلوها بين دبل كوتيشن. فهنا ايش راح تكون؟ هسه راح اطبق لكم اياها، فيميل واسد الكوتيشن، هيك تصير. راح يجي البرنامج ياخذ هاي القيمه اللي بين القوسين، يجي يقارنها هنا، يشوفها ويا هاي الاولى، يعني الطابقه لا، يعبر على وراها. هسه راح اطبق لكم اياها ونشوفون هسه ايش راح يصير عندي. انطيت الشرط، أنطي continue، أنطي أوكي. إيش راح يصير؟ راح يجي الأولى استبعدها، ليش؟ لأنه ميل. الثانية أخذها لأنه فيميل. الثالثة استبعدها لأن ميل، وهكذا، هذا إن كلهن ميل استبعدهن. زين، هاي بحالة الشرط الواحد. بحالة إنه أنا عندي أكثر من شرط، أرجع لنفس المكان. إيش قلنا اللي أكثر من شرط واحد يعتمد على الثاني؟ اللي هو استخدم الاند.
أخلي مسافة هاي الأند، أضغط عليها. إيش أقول له؟ لنفرض أنه أني أريد بيانات الأشخاص اللي يكونون فيميل ويكون الستيتس مالتهم العفو السالري مالتهم أكثر من 10,000. السالري اللي هو قلنا الرصيد أو الراتب اللي هو هذا هنا عندي هسه. هنا هاي مثلا أول واحد 10,050، هاي أكيد المفروض تنوخذ. زين ايش اسوي؟ قلنا نروح لاسم العمود، اضغط السهم اللي هنا، اجاني اسم العمود مثل ما هو. ايش اريد اني؟ اريد اكبر او يساوي هذا، اكبر او يساوي 10,000. انطي كونتينيو، انطي اوكي. اجي اشوف هسه ايش سوالي. الاول استبعدها اصلا لانه ميل، نجي لهاي الفيميل. أجي بالنسبة للجندر الشرط الأول شنو لازم يكون عندي؟ لازم يكون الشخص فيميل أنثى، فأول شرط هنا نتحقق عندي. أجي للشرط الثاني اللي هو لازم السالري أكبر من 10,000، أكبر أو يساوي 10,000. هنا أنا تحقق عندي ليش واختار هاي الحالة، لأنه السالري أكبر من 10,000، 36,000. اللي بعدها هنا أنا ميل، هنا أنا فيميل، الشرط الأول تحقق أنه هي فيميل، الشرط الثاني أكبر من 10,000، وهكذا. قلنا إذا أريد أخزنه بفايل جديد على مود أشتغل بس على هاي البيانات، copy selected cases to a new dataset، أنطي اسم الفايل مثل ما سويناها قبل شوية وأشتغل عليه. كملت، ما أريد أسوي بعد أي تغيير، أو عندي كملت شغلي بهذا التغيير اللي هو فلترة البيانات، وأريد أسوي تغيير جديد، فورا ما أكمل وأخزن شغلي أنطي ريسيت وأنطي أوكي. هاي فيما يخص محاضرتنا، شكرا جزيلا لكم.